بلد 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 يا سيدي بلد 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 سيدي بلد 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 يا سيدي. ظهر الإسلام ليمنح المرأة المسلمة حقوقها ويصون عرضها، بداية من منحها حق الحياة والمساواة، وتحريمه لوأد الإناث، إلى حقها في الميراث والمساواة في العمل الصالح بين الرجل والمرأة، واحترامه لذمتها المالية المنفصلة عن مال الزوج. وأنصفها الله كذلك من زوجها، إذ كانت بكلمة منه تصير محرمة عليه كأمه. فجاء الإسلام ليعلي من شأن المرأة ويشرفها، كما حدث مع السيدة خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت. كيف حالك يا أوس؟ أوه. ما لك لا ترد يا رجل، والضجر يملأ وجهك. دعيني وشأني يا خولة. لن أدعك وشأنك حتى تقول لي ماذا بك. دعي ما بي بي، فلا شأن لك به. هكذا يا خولة؟ نعم هكذا. أقسم إنك علي كظهر أمي. لا تقلها يا أوس، لا تضيع سنين العمر. تمتنعين عني؟ أقسم إنك علي كظهر أمي.
قوم يا قوم يا أهل المدينة، أيها الجيران، ليعلم الجميع أن خولة بنت ثعلبة أصبحت علي كظهر أمي، لا تحل لي أبدا ولا أحل لك. يا لضيعة سنوات العمر يا أوس، يا لضيعة سنوات العمر. وكان يكفي أن يقول الرجل للمرأة: أنت علي كظهر أمي، حتى تصير محرمة علي وفي حكم أمه لا زوجته. خولة، ابتعد عني، فإنني محرمة عليك. كنت في لحظة غضب. لقد قلتها يا أوس. سامحيني، سامحيني، لنعد كما كنا. إنها الكلمة تفصل بين ماض ومستقبل. أقبلي علي وانسي ما قلت بالأمس. لقد علم كل الناس أنني محرمة عليك وأنك ظهرتني. لكنني أريدك يا خولة. كلا، والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله في وفيك بحكمه. اللهم إني أشكو إليك خراب بيتي وتشرد أولادي وضياع زوجي. اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. يا رسول الله، أبلى شبابي ونظرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. اللهم إني أشكو إليك. يا رسول الله، ظاهرني أوس بن الصامت بعد أن كبرت سني ورق عظمي. يا رسول الله، كيف أقبل بهذا وقد أفنيت معه شبابي وأضعت في خدمته عمري؟ اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. يا رسول الله، إنه زوجي وابن عمي. يا رسول الله، لا ملجأ لي بعد أوس ولا حياة هناك. عمري في داره، دموعي في كفيه، وقلبي معه، وحياتي أمضيتها إلى جواره. كيف أقبل؟ يظاهرني ويتركني محرمة عليه، لا سبيل لي لقبول ذلك. اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. هل سمعت ما كان من أمر خولة بنت ثعلبة؟ لقد أنزل الله فيها قرآنا. والله إن هذه الآيات نزلت بحقنا جميعا وليست بحق خولة فقط. لقد كان الرجل يلقي علينا بالكلمة لحظة غضبه: يا فلانة أنت علي كظهر أمي، فتصير الواحدة منا محرمة عليه للأبد. إن الإسلام رحيم بالمرأة، أعطاها قدرها وقيمتها العليا، وبالرجل أيضا، فلربما ندم على ما قال. نزل الوحي صريحا واضحا في حق خولة وزوجها أوس. لقد تعجبت السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول تلك الآية، وقالت: الحمد لله الذي توسع لسمع الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت لا أدري ما يقول، وأسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، والله سمعها. وماذا فعل أوس بن الصامت زوج خولة بعد نزول الآية؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة تكفيرا عن يمينه. يا رسول الله، ما لي بذلك يدان ولا أملك أن أعتق رقبة، أصوم شهرين متتابعين يا رسول الله؟ والله لا أستطيع، فإني إن أخطأني ألا آكل في اليوم كل بصري فلا أرى. تأمرني أن أطعم 60 مسكينا؟ والله إني لا أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة. والله إنك بنا لرؤوف رحيم صلى الله عليك وسلم. نعم، عندي 15 صاعا من تمر، ومن عندك 15، وهذا طعام 60 مسكينا. ماذا أقول للرؤوف الرحيم؟ لن أعود لها ثانية يا رسول الله، أعاهدك ألا أعود لمثلها ثانية. السلام عليك يا من أنصفت جنس حواء وأنقذتهن من الظهار. الحمد لله الذي جعلني سببا. لقد كنت نموذجا في قوة الشخصية ورجاحة العقل. إنه ديننا السمح،
ونبينا الكريم وقرآننا الدستور الذي جاء للناس كافة للرجال والنساء. لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون أقوياء متسائلين، ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج. إن الشرف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للمرأة حين استمع لشكواها شرف لم ولن يفارق المرأة المسلمة أبد الدهر. لأنني لم أجادل في باطل، وسألت في ديني، وطلبت من مجيب، وشكوت لسميع، واستغثت برحيم، وذهبت إلى صادق وأمين. والله إنك لتضربين مثلا يحتذى للمرأة المسلمة العاقلة المفكرة. الحمد لله. أنت خولة؟ نعم، والحمد لله. يا لك من امرأة قوية تجادلين رسول الله. في الحق يا أختاه. حافظتي على بيتك يا خولة، وجعلتي للمرأة المسلمة وللأسرة كرامة. تكفينا كرامة الإسلام، فهي أغلى كرامة. لقد أنصفتنا جميعا يا خولة بشجاعتك وقوة شخصيتك، وجعلت للسان الزوج الغاضب لجاما. نعم والله، إنه ليوم مشهود بين السماء والأرض، ذلك اليوم الذي أنصف الله فيه المرأة المسلمة وحفظ لها بيتها وأسرتها وأطفالها سعداء. جزاك الله خيرا يا خولة، لولا جدالك وقوة شخصيتك ما كان للأسرة حافظ ولا راع. حفظ الله الأسرة المسلمة بلسانك الشجاع يا أختاه. لقد من الله علي بفضله وجعلني سببا في خير المرأة المسلمة وبيتها، فالحمد لله رب العالمين. ومرت السنون بخولة، وأمد الله في عمرها حتى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والتقت خولة في شوارع المدينة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأوقفته ناصحة معلمة. إيه يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا ترعى الغنم في قريش، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فاتق الله، اتق الله يا عمر. وظل عمر بن الخطاب واقفاً يستمع لها في أدب شديد وطاعة، وهو يهز رأسه ويبتسم. فسأله المارة: أتستمع لعجوز وأنت أمير المؤمنين؟ فقال الفاروق عمر: يقول عمر: ولم لا أستمع إليها؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وأنزل في شكواها قرآنا. وإن عمر والله لأحق أن يستمع لها.
الله خولة بنت ثعلبة، فقد كانت نموذجا راقيا للمرأة المسلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم.